Frankly, I doubt whether the conference will take place in July. لافروف: حل الأزمات بالمحادثات ومنع التسليح والإبراهيمي، المعارضة غير جاهزة لجنيف. أيها الأخوة والأخوات، إنني أتحدث إليكم اليوم لأشكر أهل قطر الذين كانوا معي طوال المسيرة وساندوني، وكان خير عون لي في الظروف الصعبة. حمد الكبير يتنحى ويسلم الحكم لولده تميم. وصيدا تخرج من فتنة الأسير بدماء الجيش اللبناني. أسد اليوم القانون رقم 9 للعام 2013 الذي ينص على أن كل شخص يدخل الأراضي الجمهورية العربية السورية بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة سورية أو بأحدى هاتين العقوبتين. بدوره أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إضافة مادتين إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 لجهة إشراك الأطفال في الأعمال القتالية وجريمة الاغتصاب وأصبح قانونا. وبين وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات مهمة جدا نظرا للجوء المجموعات الإرهابية المسلحة إلى تجنيد الأطفال واستغلال براءتهم في الأعمال القتالية وحمل السلاح والذخيرة والمتفجرات وغير ذلك من الأعمال المحظورة بما يخلف آثارا نفسية بالغة الخطورة يصعب تجاوزها، إضافة إلى ظهور أفعال غريبة عن طبيعة المجتمع السوري وعاداته وتقاليده تمس بكرامة المرأة السورية. على الأرض، فككت الجهات المختصة بعد ظهر الاثنين سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات كانت مركونة عند جامع الكوثر في منطقة المزة بدمشق. وظهر الثلاثاء ضبطت وحدة عسكرية سيارة نقل خضروات على طريق المعظمية بريف دمشق، كانت مليئة بالأسلحة والذخائر وقذائف الار بي جي والمناظير الليلية. وجبت مكافحته واجتثاثه من جذوره أينما وجد. إنه الإرهاب الذي أدمى قلوب السوريين الآمنين والذي أثكل أمهات وزوجات ويتم أطفالا أبرياء، بالرغم من أنه وحش لا يرحم ولا يفرق بين طفل وامرأة، إلا أنه بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة ويلجأ إلى وسائله الرخيصة. الجيش العربي السوري وبفضل ضرباته الموجعة للمجموعات الإرهابية على مختلف أرض سوريا الحبيبة أفقدهم صوابهم وبصيرتهم. قوة الجيش العربي السوري وصموده جعلتهم يسقطون كالجرذان ويلجؤون إلى أسلوبهم القديم في الانتقام من المدنيين بتفخيخ السيارات وزرع العبوات الناسفة في الأماكن التي يسكنها المدنيين، لكن العين الساهرة والحريصة على أمن المواطنين لحماة الوطن كانت كما ستكون دائما بالمرصاد لأسلحة الإرهاب الحاقدة. هذه سيارة مفخخة محملة ب200 كيلوغرام من المتفجرات تم تفكيكها من قبل الجهات المختصة في منطقة المزة المكتظة بالسكان بدمشق. تم تفتيش السيارة من نوع هوندا فيرنا عمومي، عثر على مواد من نوع نترات الأمونيوم ومواد شديدة الانفجار TNT موجودة بداخل 4 معالجات كمبيوتر وحقيبتين تحتويين على مادة TNT. كما أن السيارة مفخخة ب3 طرق: التفجير الانتحاري، التفجير بالتوقيت، التفجير عن بعد. وتم العثور على فتيل صاعق داخل العبوات وفتيل صاعق بالمواد المربوطة على الفتيل الصاعق. وهذه سيارة أخرى بدل أن تنقل الخضار للمواطنين نقلت لهم الأسلحة التي ستقتلهم. كانت متوجهة إلى المعظمية بريف دمشق وفيها قذائف آر بي جي ومناظير ليلية وطلقات متنوعة وصواريخ مضادة للدروع. مرتبكون هم، منهزمون هم، يعني
طايش حجر، والفضل كل الفضل لكم أنتم حماة الديار الجيش العربي السوري. قبل بعض الوقت أقدمت عصابات جبهة النصرة الإرهابية على ارتكاب جريمة بشعة راح ضحيتها 3 مواطنين أبرياء حينها زعم منفذو الإعدام بحقهم أنهم من عناصر الجيش. الدنيا التقت أهالي الضحايا ورصدت حقيقة الجريمة التي ارتكبت بحقهم. العامل في عمله، الطالب في جامعته، الطفل في مدرسته، وكل مواطن أينما كان، وحتى هؤلاء المجتمعين على حب الوطن ودعم الجيش ليسوا أبرياء، بل هم مجرمون ويستحقون العقاب. هكذا تقول جبهة النصرة. لم تكتفي الجماعات المسلحة في سوريا بارتكاب المجازر بحق الأبرياء فحسب، بل راحت تشرعها بحجة أنها أحكام شرعية مستمدة من القرآن، ثم بدأت تطلق أحكام الإعدام بحق كل من يخالفها بالرأي. وآخر جرائم هذه الجماعات كانت في مدينة الرقة، حيث تم إعدام 3 مواطنين قالوا أنهم ضباط في الجيش السوري، وبأنهم شاركوا فيما أسموه قتل المدنيين السوريين. بحثنا عن عائلات الضحايا إلى أن وصلنا إلى قرية الأشرفية في ريف حمص، وهناك كانت الحقيقة. الدكتور الشهيد الدكتور مصطفى عيسى الجاني هذا، والشهيد الأستاذ إياد جابر نوفل جنبه، والشخص الثالث ما تعرفنا على هويته. مصطفى رحمة الله عليه دكتور بمدينة الحسكي بقرية الأول من 17 سنة وأكثر، وإياد جابر نوفل خريج كيمياء ومسجل طالب في جامعة دمشق شهادة دبلوم عالي. رحم الله كل هدى ابني الأستاذ إيان وأخي الدكتور مصطفى. الشهيد الدكتور مصطفى عيسى الجاني طبيب أسنان في منطقة الهول في الحسكة، عمل أيضا في منظمة الأونروا في مخيم الهول للاجئين الفلسطينيين المهجرين من العراق. الشهيد الأستاذ إياد جابر نوفل إجازة في الكيمياء وطالب دبلوم تأهيل تربوي في كلية التربية في جامعة البعث في حمص. بقوا مخطوفين من تاريخ 18/4 ولغاية 14/5 في طريق عون من الحسكي، طاليت يد الإرهاب المجموعات الإرهابية في مدينة الرقة الحبيبي، وتم إعدامهم بيوم 14/5 يوم الثلاثاء. هن قتلوا زوجي، ما قتلوا الأخوة، قتلوا هدول الأربعة أولادي. يعني هو ميت على إرهام الشهيد مش عن سوريا. رغم مصابهم الأليم لم ينسى ذوو الشهداء توجيه خالص شكرهم لشرفاء الرقة الأبية. بوجه رسالة أهل الرقة كل الشكر لأهلنا الشرفاء في الرقة الذين عبروا عن رفضهم كل الرفض للعمل الإجرامي الذي قامت به المجموعات الإرهابية وأعدام هؤلاء الأبرياء على مرأى من زويهم وأهلهم. في عرف الجماعات الإرهابية المسلحة بات الطبيب يقتل، الأستاذ يقتل، والطالب يقتل، وكل مواطن شريف يدعم جيشه ووطنه يقتل. لأخبار قناة الدنيا أحمد العاقل حمص.
في فلسطين المحتلة انطلقت مسيرة حاشدة من ساحة بلدية بيت جالا وصولا إلى النادي الأرثوذكسي بمشاركة وفود من كافة التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر وأبناء الجولان العربي السوري المحتل رافعين الرايات السورية والفلسطينية، وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن سوريا ضمن فعاليات مهرجان كرامة للدفاع عن سوريا في محافظة بيت لحم. احنا شباب فلسطين، احنا شباب فلسطين، احنا شباب فلسطين، احنا شباب فلسطين، من حي شام ياسين، من حي شام ياسين. بيت لحم مهد السيد المسيح، احتضنت بين كنائسها وجوامعها وجالت في شوارعها وعلت على حناجر أبنائها سوريا في مهرجان الكرامة. سوريا العزة والفخار، سوريا عظيمة بشعبها العظيم وجيشها العظيم وقائدها بشار. فلسطين من النهر إلى البحر مع سوريا، بأننا في هذا الوطن المجروح نألم لألم سوريا ودمشق، ونحن على هذا مرضون على درب المقاومة، على درب الذين يدعمون المقاومة. بدأ المهرجان بالنشيدين الوطنيين الفلسطيني والسوري، تلاهما عدة كلمات استنكرت أشد الاستنكار التخاذل العربي والتآمر على سوريا، مؤكدين أن ما يجري اليوم في سوريا من قتل وتهجير هدفه تدمير مقدرات سوريا السياسية والاقتصادية والعسكرية. مهرجان الذي يقام في محافظة بيت لحم اليوم هو من سلسلة مهرجانات يقيمها الشعب الفلسطيني تأييدا ودفاعا عن سوريا وعن الشعب العربي السوري وتأييدا لخط المقاومة الذي سينتصر في النهاية. العلماء من حدثوا وقالوا بأن بوصلة الجهاد إنما هي إلى سوريا، نحن نشكرهم على هذا الموقف لأنهم بهذا قد أثبتوا أنهم لا يمتون ولا بأي صلة إلى الدين الإسلامي، بل إنهم يمثلون بهذا التصريح أنهم يمثلون دين أمريكا ودين الصهيونية، هذا هو دينهم وهذا هو خطهم وهذا هو مسارهم. وشارك عبر الهاتف من دمشق السيد وزير الإعلام عمران الزعبي الذي أعطى دعما معنويا كبيرا للمشاركين. رسالة وفاء من فلسطين من بيت لحم مهد سيد المسيح لسوريا بجيشها وشعبها وقيادتها. عطى فرحات، قناة الدنيا، مدينة بيت لحم، فلسطين المحتلة. توالت التصريحات اليوم بشأن الأزمة في سوريا، وبينما صدر التأكيد على الحل السلمي للأزمة من موسكو، كان كل من جون كيري وسعود الفيصل ومن الرياض يواصلان تزوير الحقائق ويعزفان على نغمة ضرورة من المساعدة العسكرية للإرهابيين في سوريا. وليزيد الهزاز الفيصل من ترهاته بإعلانه أن سوريا تعتبر الآن أرضا محتلة، وفي جنيف استبق لقاء مسؤولين روس وأمريكيين بخصوص الأزمة في سوريا بالتأكيد على أن المعارضة السورية ليست جاهزة، فيما أبدأ الرئيس الفرنسي موقفا لافتا بترحيبه بمشاركة إيران في المؤتمر. حراك دولي واسع بشأن الأزمة في سوريا أنتج مواقف دولية هامة كان جديدها ما أكده وزير الخارجية الروسي الصحفي مع نظيره الجزائري مراد مدلسي، بأن روسيا والجزائر متفقتان في الرأي على ضرورة الحل السلمي للأزمة في سوريا، مبينا أن حل الأزمات التي تمر بها المنطقة يتم بالمحادثات السلمية ووقف العنف ومنع دخول الإرهابيين والمقاتلين وانتقال السلاح عبر الحدود. إنه في نفس الوقت الذي يكافح فيه زملاؤنا الفرنسيون الإرهابيين في مالي يدعمون المسلحين الذين انتقلوا من ليبيا إلى سوريا، ومن الصعب استيعاب هذا المنطق، ونحن ننطلق من أنه يجب التعامل بشكل مبدئي والاعتماد على قرارات الأمم المتحدة. من جانبه قال وزير الخارجية مراد مدلسي إن الجزائر تدعم عملية المصالحة والحوار الوطني التي يجب أن يدعمها المجتمع الدولي من أجل وقف العنف في بلدنا الشقيق سوريا. المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي قال من جانبه إن مؤتمر السلام لإنهاء الأزمة في سوريا لن يعقد في تموز يوليو كما كان يأمل، دعا الولايات المتحدة وروسيا للعمل على احتواء الصراع. الإبراهيمي استهل جولة من المحادثات التمهيدية مع مسؤولين أمريكيين وروس في جنيف بالقرب
آمل كثيرا أن تعمل حكومات المنطقة والقوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على احتواء الموقف الذي يخرج عن نطاق السيطرة لا في سوريا وحدها بل في المنطقة. وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في جدة قال إن المملكة ترى أنه ينبغي تقديم مساعدات عسكرية للمعارضة في سوريا داعيا إلى قرار يحظر تدفق الأسلحة إلى الحكومة السورية متناسيا برأي كثير من المراقبين تدخلات مملكته المباشرة بالشأن الداخلي في سوريا ومعترفا بتزويد الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة بالأسلحة لاستهداف الدولة السورية والشعب السوري بكل مكوناته غير آبهم بما يحصل في فلسطين المحتلة من تهويد للقدس وقتل بالشعب الفلسطيني من قبل الصهاينة. جون كيري الذي يزور السعودية قال إن الأزمة في سوريا زادت سوءا وإن الظروف ساءت إلى حد كبير وبدأت أكثر تعقيدا مجددا تمسكه بموقف بلاده. الحل الأفضل في سوريا هو الحل السياسي الذي يسمح للشعب باتخاذ قرارات لمستقبله. ومهما كانت المواقف الدولية من الأزمة في سوريا فالقرار بيد الشعب السوري الذي لا يساوم على حقوقه وسيادته. هذا لسان حال السوريين. استقبل رئيس مجلس الشعب عددا من أعضاء مجلس محافظة دمشق قبل حضورهم جلسة المجلس لهذا اليوم، وقال اللحام خلال اللقاء بأن هنالك أناسا يتاجرون بلقمة المواطن وإنه من المفترض على أعضاء مجلس المحافظة ممارسة دورهم على أكمل وجه والتواجد بين الناس في الأحياء وأن يتم تسليط الضوء على كل ما يحتاجه المواطن ويجب استغلال كل طاقات الإيجابية والعالي بين الناس وأن يكون للجميع حالة وجدانية متأججة لأننا جميعا معنيون بأمور المتضررين كافة من هذه الأحداث من ذوي الشهداء ومهجرين بسبب الإرهاب. هذا والتقى اللحام الأمين العام للحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي في موريتانيا محفوظ ولد عزيز، وتأتي زيارة ولد عزيز لرسالة تضامن للشعب والقيادة السورية من الشعب الموريتاني الذي يعي حقيقة ما يجري في سوريا، حيث نقل رسالة الرئيس والشعب الموريتاني الذي يتضامن مع سوريا كل أحزابه ونقاباته ضد هذه المؤامرة، معبرا عن يقينهم بأن هذه البلاد هي الجبهة الأمامية لصد العدو الإسرائيلي. بدورهم قدم اللحام عن الأزمة في سوريا وعن الدور الذي لعبته قنوات التحريض الإعلامي وكيف كشف زيف ادعاءاتها وأن المؤامرة لم تعد بالخافية على أحد. وقال اللحام أيضا إن يجب علينا أن نعمل للتضامن والتنسيق العربي بعدما حدث في جامعة الدول العربية، متمنيا الازدهار للعلاقات السورية الموريتانية وللشعب الموريتاني. في هذه الصعيبة وأردت أن أأتي عن طريق مطار دمشق الدولي، أتيت لأنقل إلى الشعب السوري من الشعب الموريتاني وقواه الحية التضامن مع الشعب السوري والقيادة السورية والجيش العربي السوري ومع الرئيس بشار حافظ الأسد في هذه الظروف. لقائي مع رئيس مجلس الشعب نقلت له الرسالة بالذات، وكان لقاء جيد، شرح لي هو فيه المؤامرة التي تتعرض لها سوريا وقوة الشعب السوري وجيشه القائدي في التصدي لإجهاض هذه المؤامرة وقوة تضامن الشعب السوري في هذه الظروف الأليمة مع جيشه ومع أمنه. طمأنني كثيرا على مستقبل سوريا بالنصر إن شاء الله. كما التقى رئيس مجلس الشعب وأعضاء لجنة المصالحة الوطنية في المجلس وفدا ممثلا عن أهالي حي عش الورور وضاحية الأسد للاستماع إلى أهم طلبات ومناقشتها. يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الشعبية على مستوى الأحياء للاستماع إلى الصعوبات التي يتعرض لها المواطنون والعمل على تلبية احتياجاتهم قدر المستطاع. وقدم وفد الأهالي مطالبهم وشرحوا تفاصيل معاناتهم في ظل هذه الأزمة التي تمر بها أحياؤهم وما حولها. وكانت مجمل الطلبات في الشأن الخدمي من توفير للغاز والخبز بالإضافة إلى موضوع المخطوفين.
اليوم التقينا بممثلي عن الهيئات الأهلية والشعبية والأجهزة الثقافية والسياسية وحتى الاجتماعية، وجهاء اجتماعية من حي ضاحية الأسد وحي عش الورور أو حي الحرية، واستمعنا إلى مطالبهم. هم يعيشون ظروف بحكم هذه الأزمة التي نمر بها، لديهم بعض المطالب الخدمية الإنسانية ولديهم أيضا هواجس من الناحية الأمنية. سوف نقوم بنقل ذلك إلى الجهات الرسمية لمساعدتهم والتخفيف قدر الإمكان من هذه المشاكل. نحن جديون تماما. نحن دعونا على اجتماع مجلس الشعب ورئيس لجنة المصالحة لمناقشة المواضيع العالقة بالأحياء عنا، مواضيع خدمية ومواضيع المخطوفين والمفقودين وتخديم المنطقة بشكل جيد، على أساس أنه في استجابة من قبل رئيس مجلس الشعب ومن قبل رئيس لجنة المصالحة. والله هو اجتماع لجنة المصالحة يعني هي حركة كتير ممتازة لمعالجة الأمور أو الأمراض الاجتماعية اللي حصلت ضمن يعني الفترة أو الأزمة السورية الحاصلة نتيجة بتعرف الأعمال الإرهابية الموجودة في 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 المنطقة. وإن شاء الله يعني طرحنا عدد قضايا مهمة طبعا هي، لكن نأمل المتابعة خلال يعني الأيام المقبلة بيبين معنا إن شاء الله مدى نجاح القضايا والأفكار اللي طرحناها ضمن مؤتمرنا برئاسة اللجنة لجنة المصالحة الوطنية. وإن شاء الله أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أنه بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري بملاحقته لفلول العصابات الإرهابية المسلحة، بدأ المتآمرون يعلقون آمالهم السوري من خلال شن حرب اقتصادية شاملة تستهدف بنية الاقتصاد السوري ونشر الشائعات الكاذبة حول واقع الليرة السورية من أجل زعزعة ثقة المواطن والفعال الاقتصادي والتجارية بالإجراءات الاقتصادية الحكومية. ووجه الدكتور الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة تشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق وخاصة أسواق الجملة، مثمنا زيادة الرواتب للعاملين في الدولة والمتقاعدين، ما من شأنه أن يلامس حياة المواطن المعيشية والذي أتى في ظل ظروف اقتصادية صعبة، مما يدل على قوة ومنعة الاقتصاد السوري. وخلال الجلسة أيضا أقر المجلس مشروع قانون تنظيم التعليم التقني وإحداث المجلس الأعلى للتعليم التقني، وافق على مقترح وزارة النفط بتمديد العمل بنظام قسائم المحروقات لمدة 6 أشهر. في اللاذقية أكد المحافظ أحمد شيخ عبد القادر وأمين فرع الحزب بالمحافظة امتنان الشعب السوري من روسيا الاتحادية قيادة وشعبا لوقوفها إلى جانب سوريا في محنتها في الوقت الذي تخلى عنها أشقاء عرب ركبوا موجة العمالة لأمريكا وإسرائيل. ذلك خلال استقبال القنصل الروسي كارين فاسيليان والوفد المرافق له. بدوره طلب القنصل الروسي أن يتم تحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحا التي يحتاجها المهرون ليصار إلى تأمينها وإرسالها عبر الخط الجوي الذي تم فتحه بين سوريا وروسيا، ويشهد إرسال مساعدات إغاثية بصورة شهرية، لافتا إلى أن المساعدات بلغت حتى الآن 270 طنا شملت مهجرين سوريين في لبنان والأردن. وفي اللاذقية أيضا بدأت الجهات المختصة في مساعدات مادية على الأسر المتضررة جراء إرهاب العصابات المسلحة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. في إطار الجهود المبذولة من الحكومة السورية للتعويض على المتضررين جراء الأعمال الإرهابية المسلحة، قامت محافظة اللاذقية بصرف مبلغ 112,597,000 سورية، استفاد منها 310 متضررين ممن طالتهم يد الإرهاب على امتداد ريف اللاذقية، علما أنه تم رصد مبلغ 400 مليون ليرة سورية سيستفيد منها 800 متضرر في المرحلة القادمة. نقوم الآن بصرف حوالي 300 متضرر من أصل حوالي 1100 متضرر، هي المجموعة الثالثة، وقد قمنا بصرف مجموعات أخرى للمتضررين الذين قدموا طلبهم
قبل 5/6/2012، وفي المرحلة اللاحقة سنقوم بصرف المبالغ ل 800 متضرر. المواطنون ذوق ويلات التهجير والعنف وخسروا منازلهم وأراضيهم ومصادر معيشتهم، عبروا عن امتنانهم لوقوف الحكومة السورية إلى جانبهم، آمنين أن يعود الأمن والأمان إلى بلادهم. في ناس قبضت بالملايين ما رايحلش، وناس ما راحلة كل شيء ما أخذت شيء. أنا جاني 300 ألف. يعني في عالم إذا رايح له ما رايح لما تيجي تسجل ويطلع له، هذا أكبر مفسد، أكبر. لا، المسلح أفضل منه. لو التعويض كان قليل، بس هذا بيعني إنه دولتنا قوية ومرتكزة على ارتكاز قوي كتير ومدعومة وعم تدعم شعبها ولازم شعبها يدعمها. التعويض على المتضررين دليل على قوة الحكومة السورية ومنعتها لنخطو باتجاه إعادة بناء سوريا لتعود كما كانت بلاد المجد والأمن والأمان. لأخبار الدنيا ريما راعي، اللاذقية. افتتح في محافظة حمص أعمال الملتقى الأول للنقابات المهنية بهدف تفعيل العمل النقابي عبر التواصل مع جميع الشرائح وخلق الظروف والمناخات الملائمة فيما بينها لتحقيق التنوع الاجتماعي والسياسي والاجتماعي للارتقاء بالواقع والخروج آمن من الأزمة. بمشاركة شعبية وأهلية ونقابية، بدأت في محافظة حمص أعمال الملتقى الأول للنقابات المهنية تحت عنوان واقع العمل النقابي بين الحاضر والمستقبل، حيث يناقش الملتقى دور النقابات المهنية في مواجهة الحرب الكونية على سوريا خلال ترميم المجتمع. اليوم نقابات الحمد لله متماسكة، وهي من مؤسسات الدولة اللي بنت صح، دور الوطني كان موجود، لكن الآن في هذا كورقة عمل أن تكون، ما هي دور النقابة، النقابات المهنية بالمجمل في موضوع إعادة بناء سوريا المتجددة بكل معناها، ترميم الجراح من الأزمة. الدور ما هو وطني ويتخلى عن المهني في هالأزمة هاي، والمرحلة اللي جاي يتوازى المهني مع الدور الوطني. هذه النقابات التي تضم معظم كوادر المثقفين في مجال الاختصاص الهندسي المحاماة، هذه الكوادر المثقفة والواعية والتي لها كانت الدور الوطني والدور الريادي والدور القيادي، هذا لا زالت ولا زال معتمد عليها أن يكون دورها أكبر، وخصوصا في هذه المؤامرة التي تمر على الريادي. المنظمات الشعبية والنقابات المهنية تعد إحدى أدوات التغيير في المجتمع نحو التطور والتجدد الدائم لها، ولها أيضا دورا كبيرا في تعزيز ثقافة المواطنة والضحية من أجل الوطن والحفاظ على استقلاله وأمنه. ناقشت اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة حلب واقع العمل الإغاثي وسبل تحسين سوية الخدمات للأسر المتضررة والمهجرة بفعل الإرهاب. كما هو المعتاد لجميع الأسر السورية في شهر رمضان، تزداد متطلبات الأسرة واحتياجاتها من مواد غذائية، لأن هذا الشهر شهر خير ويستحق أن يتشارك السوريون بتلبية احتياجات بعضهم البعض. ففي ظل الأزمة التي تمر بها سوريا التي ألقت بظلالها على الأسرة السورية لتؤثر عليها على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمور الحياتية، ففي حلب عقدت لجنة الإغاثة الفرعية للمحافظة اجتماعا بحضور المحافظ، حيث تم تداول الأمور التي تم تنسيقها، وهي وضع خارطة جغرافية جديدة على أرض الواقع نتيجة عودة بعض النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم التي أصبحت آمنة، وخروج بعض النازحين من مركز الإيواء وعودتهم إلى منازلهم. يتم تدريب الأخوات النساء في المراكز الإيواء على دورات إتامين، وقد تم عرض معروضات الأعمال التي تم إنتاجها، تم تزويدهم بدورات محو أمية وتخريج دورة محو أمية في روضة أبي فراس الداني وتخريج دورة تصفيف شعر. طبعا نحن كان هدفنا هو تسليح الأم بعمل مهني يكون يرجع إليها بمردود
الاقتصادي. أهم مشاكل انطرحت موضوع توحيد البيانات والدات المعلومات وعدم ازدواجية المعلومات أو الخدمة الإغاثية بين الجمعيات وبين مراكز الإغاثة. ونحن حاليا اقترحنا وضع برنامج موحد لكل الجمعيات بحيث انه يمنع تضارب وبين عنا تضارب والازدواجية الخدمة. هلا المحافظة عم بتقدم الامكانيات التقنية وامكانيات بشرية وامكانيات اللي حاليا ان شاء الله رح ندخل بامكانيات مالية. حضرنا الاجتماع مع الرفيق المحافظ في مبنى المحافظة للاطلاع اخر المستجدات التي تقوم بها المحافظة بشأن عملية الإغاثة والإيواء استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك، شهر الخير، الشهر الفضيل. نتوجه جميعا بتفعيل كل من يعمل في مجال الإغاثة في مجال عمل خير لزيادة نشاطه، زيادة إمكانيته. لسوريا تستحق الأفضل، ولأنها اعتادت على عطاء أبنائها ووقوفهم جنبا إلى جنب، فلن يتردد أبناؤها بتقديم جميع إمكاناتهم لمساعدة إخوانهم. عسى أن يكون فضيل شهر خير على الجميع. وفي حلب أيضا وعلى خشبة مسرح نقابة الفنانين، قدمت فرقة النور عملا مسرحيا غنائيا حمل عنوان بيترا. العمل المسرحي الغنائي هو إعادة لما قدمته السيدة فيروز مع الأخوين رحباني قبل سنوات طويلة، وهو عمل يحمل في مضمونه دلالات وإسقاطات على واقع الوطن العربي من حيث التمسك بالمقاومة الأعداء الطامعين به. وبين غالب البرهودي مدير الثقافة بحلب أن هذا العمل يندرج ضمن فعاليات مسرح الهواة الدائم، ويأتي تقديمه في هذه الفترة من السوريين على التمسك بأرضهم ومقاومة الإرهاب والإرهابيين ودحرهم خارج حدود الوطن، مؤكدا أنه بالرغم من الظروف الخاصة التي تمر بها محافظة حلب إلا أن استمرارية عمل المؤسسات ومواصلة الأنشطة الثقافية هما رسالة للعالم كله أن السوريين ومنهم أهالي حلب محبون للحياة ومتمسكون بحقهم وسينتصرون والعدوان والإرهاب. هذه المسرحية يعني لها إسقاط على هذا الواقع، فهي يعني تدعو للتمسك بالوطن، التمسك بكل من تراب الوطن والتضحية بكل غالي ونفيس من أجل رفعة الوطن، وبالتالي هي أيضا صرخة في وجه الكبار على مستوى العالم، وإن شاء الله نحن نوفق في تقديم أعمال أخرى أيضا ضمن فعاليات مسرح الهواة الدائم. الشباب المشاركين معنا كلهم هواة، العامل عامل، موظف موظف، جمعناهم مع بعض وحبينا نعمل هالعمل، نقدموا اهداء لوطننا، نحن كمان نكون مناضلين في ضمن امكانيات. اعلن امير قطر الشيخ حمد بن خالد الثاني اليوم عن تسلم ابنه الشيخ تميم مقاليد الحكم في البلاد، وكانت تقارير إعلامية تحدثت منذ فترة عن تغييرات في السلطة الحاكمة في قطر تتضمن تخلي الأمير السلطة وتسليمها إلى نجله لأسباب صحية، كما أشارت إلى إمكانية تغيير رئيس الوزراء ووزير الخارجية الحالي حمد بن جاسم الثاني. ألقى الشيخ حمد بن خليفة الثاني خطبا في الساعة 8 من صباح اليوم أعلن فيه التغيير، وقال إن الوقت قد حان ليتسلم جيل جديد مقاليد السلطة. ولم يذكر الشيخ حمد الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية والذي كان من المتوقع على نطاق واسع استقالته. يذكر أن الشيخ حمد بن جاسم تولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 2007، كما يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. وكان الديوان الأميري في قطر أعلن أن حاكم البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سلم السلطة لولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجاء في بيان أصدره الديوان أن القطريين مدعون لمبايعة الأمير الجديد يومي الثلاثاء والأربعاء. وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد التقى مع الأسرة الحاكمة وأهل الحل والعقد لبحث تسليم السلطة لولي عهده. ولد الشيخ تميم في الثالث من شهر حزيران يونيو عام 1980، وهو الابن الرابع لأمير قطر. حصل على الشهادة الثانوية مدرسة شيربورن في المملكة المتحدة عام 1997،
تخرج من أكاديمية ساند هيرست العسكرية البريطانية عام 1992. عينه والده وليا للعهد في الخامس من شهر آب أغسطس عام 2003 بعد أن نزعها من أخيه الشيخ جاسم بن حمد. يتولى الشيخ عدة مناصب، منها نائب القائد العام للقوات المسلحة القطرية ونائب رئيس مجلس العائلة الحاكمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ورئيس المجلس التعليمي ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، كما تولى رئاسة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية التي أجريت في الدوحة العام 2006. الشيخ متزوج وله 4 أبناء. في لبنان، أنهى الجيش اللبناني أياما عصيبة عاشتها مدينة صيد بفعل الإرهاب الذي حاول الشيخ السلفي أحمد الأسير ومجموعة من مرتزقته زرعه في عاصمة الجنوب اللبناني، في وقت أكد فيه مراقبون أن تدخل الجيش اللبناني دون تفشي ظاهرة الأسير التكفيرية. يومان من الأسر والخراب كانا نصيب صيدا من الإرهاب، فأخمدت عاصمة الجنوب حريق الفتنة في مربع الأسير، وفر الأخير تاركا ميليشياته السلفية في قبضة الجيش اللبناني الذي حاصر رياح العنف القادمة مع موجة ربيع الأخوان وكل ما كان من شأنه أن يجر لبنان إلى أيام حربه العمياء من البوابة الصيدوية. قبض الجيش على مربع مسجد بلال بن رباح الذي انتهكت حرمته، وحول من يكفرون الناس محاربه إلى مكان لقيادة عملياتهم الإجرامية ضد الجيش اللبناني، فسحقت أوهام الجماعة خلال يومين، وهرب أحمد الأسير تاركا خلفه العشرات من أنصاره قتلى وجرحى وموقوفين زادوا عن 70، فاختار تقيهم أن يعطي إعازا لاسلكيا لهم في الاستمرار بالقتال إن كان قائدهم أول الفارين. حسمت معركة مربع عبرة، وكان الثمن دماء عسكرية ومدنية من الجيش وأهل صيدا الذين صبروا نحو سنتين على مسلسلات قطع الطرق بالرصاص والاعتصامات، فكانت الحلقة الأخيرة دامية، إلا أنها حاسمة على ما يبدو لما كان يجهز، فامتداد جبهة النصرة كان حتى صيدا، ومجموعات التطرف من جند الشام كان لها فروع صيدوية أيضا، حيث لم تنجح سياسة النأي بالنفس في نأي لبنان عن فوضى التسليح والسلاح وانتشار الإرهابيين. من جانبها أعلنت حكومة تصريف الأعراف اللبنانية الحداد العام على أرواح الشهداء العسكريين 16 الذين سقطوا نتيجة الاعتداءات الإرهابية، بينما أكد العماد جان قهوجي قائد الجيش أن لبنان مر بساعات عصيبة ومرحلة حساسة، وتمكن بفضل جهود جيشه وتضحياته من احتوائها. أما قضائيا، فقد أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر مذكرة ملاحقة وتوقيف بحق أحمد الأسير وشقيقه و 123 شخصا بينهم فضل شاكر، إضافة إلى باقي أفراد مجموعته الذين فروا وتركوا صورة ليست غريبة عن الحاضر أو ذاكرة، ولا هي أيضا بعيدة عن الأجواء التي حبس اللبنانيون فيها الأنفاس على شفير فتنة كادت أن تعيد أوجها. في العراق، قتل 20 عراقيا وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء تفجير انتحاريين نفسيهما بأحزمة ناسفة في قضاء تومارو التابع لمحافظة صلاح الدين. وفي العاصمة بغداد، تعرضت كنيسة لهجوم مسلح أدت إلى إصابة 2 من حراسها بجروح. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. لما يكاد العراق يستفيق من هول تفجير إرهابي في محافظتنا حتى ينهض بعدها على دماء وأشلاء امتزجت بركام بيوتنا، شادها العراقيون على أنقاض حرب أمريكا وسنوات الاحتلال. لا فرق بين مدني وعسكري عندما يضرب الإرهاب أنحاء البلاد، فعديد الضحايا في ازدياد شهرا تلو الآخر، ووصل
الشهر الفائت بعد سنتين على خروج المحتل الأمريكي بالأكثر دموية، وفي إحصاء تفجيرات اليوم ما ينبئ بارتفاع أعداد القتلى. أهداف مدنية نفذت فيها واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية، ليستيقظ سكانها على مشاهد الدمار عقب تفجير 10 سيارات ملغة في سلسلة هجمات منسقة خلفت 42 قتيلا وعشرات الجرحى على ما ذكرت الشرطة العراقية ومصادر طبية. حي الكرادة ونصر في بغداد شهدا آخر تفجيرات الأمس. سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سوبر ماركت على الشارع التجاري الرئيسي في حي الكرادة، والحصيلة 16 مصابا حسب ما ذكرت الشرطة. وفي حصيلة اليوم 22 قتيلا وأكثر من 50 جريحا جراء تفجير انتحاريين نفسيين بعزيمة ناسفة في قضاء طوس خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، وسط أنباء تشير إلى مقتل نائب رئيس الجبهة التركمانية ونائب محافظ صلاح الدين والأمين العام لمجلس محافظة صلاح الدين في التفجير المزدوج. وليكون حال الكنائس كحال العديد من مساجد العراق التي تعرضت لهجمات متكررة خلال الفترة الماضية، حيث تعرضت كنيسة في بغداد لهجوم مسلح فجا أدت إلى إصابة 2 من حراسها بجروح وفقا لمصادر أمنية وطبية. خطط أمنية مشددة كانت قد أعلنت عن تنفيذها السلطات العراقية بمشاركة وحدات من الجيش والشرطة، سواء في الصحراء الغربية ملاذ المجموعات الإرهابية من تنظيم القاعدة وما يسمى دولة العراق الإسلامية، وما يتعلق بوادي حوران في مثلث الحدود السوري العراقي الأردنية. عشرات الإرهابيين جرحى ومعتقلين على أيدي الجيش العراقي، ولا يزال العراق يتخضب بدماء أبنائه. أوقفت السلطات المصرية 8 أشخاص بعد قتل وسحل 4 مصريين في قرية قرب القاهرة في أجواء من التحريض المذهبي في البلاد. في هذا الوقت لوح الجيش المصري بالتدخل إذا خرجت الأمور عن السيطرة خلال المظاهرات التي دعت إليها المعارضة في 30 حزيران الجاري. وقال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الجيش لن يظل صامتا أمام انزلاق البلاد في صراع يصعب السيطرة عليه. مع اقتراب يوم 30 حزيران وقبل عدة أيام من التظاهرات الحاشدة التي تدعو إليها المعارضة المصرية، تقف مصر بين حافة الفوضى والتغيير، والجميع يضع يده على قلبه. حركة الحياة في الشارع في وضع الترقب، الجميع ألقى بورقة الحشد والحشد المضاد بعدما تظهر الأزمة بين السلطة والمعارضة للشارع، فبات محتقنا، خاصة أن جميع الأطراف تمضي في سياسة العناد. محمد مرسي له مؤيدوه ومعارضوه، ممكن أن يصطدم الطرفان يوم 30 وتقع مصر فيما لا تحمد عقباه. تساؤلات عديدة تطرح قرب حلول هذا الحدث، والوضع خطير لا يستهان به، لا يمكن المراهنة على فوز فريق على آخر. التساؤلات تدور حول حماية الشارع من المواجهات، وهل سيكون للجيش دور في هذه المعادلة، وهل البلاد معرضة لموجة جديدة من الانفلات. سيناريوهات عديدة يمكن توقعها، أولها أن تكون المظاهرات سلمية من أجل تحقيق آمال الشعب وطموحاته، وثانيها لا يتمناه حيث يشهد الاعتداء على ممتلكات الدولة ومؤسساتها وإضافة أسماء جديدة لقائمة الشهداء، وسيناريو ثالث يتمثل في أن تكون هناك إجراءات من تؤدي إلى تهدئة المجتمع، ورابع يتوقع مواجهة المظاهرات بالعنف وتدخل الجيش، وسيناريو خامس وأخير يتوقع رضوخ جماعة الإخوان المسلمين وحلفاء أمام الضغط الشعبي وإجراء انتخابات مبكرة. حالة من الانقسام داخل المجتمع يهدد استمرارها الدولة المصرية، وهناك من ينفخ في النار لزيادة الاحتقان والمزيد من الاشتعال. الإخوان المسلمون يؤكدون أن شرعية الرئيس خط أحمر، فيما تعتبر المعارضة يوم 30 حزيران يوم الحسم، والجيش يحمي الشعب مؤيدين ومعارضين، والداخلية تؤمن السجون وأقسام الشرطة والمنشآت العامة. أيصبح 30 حزيران موجة ثورية جديدة تطيح بحكم الإخوان المسلمين، أم يكون مسمار الأخير في نعش المعارضة كما يتمنى ويأمل الإخوان المسلمون؟ نشرتنا انتهت، ولم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين.
now I doubt whether. لافروف: حل الأزمات بالمحادثات ومنع التسليح والإبراهيمي، المعارضة غير جاهزة لجنيف. أيها الأخوة والأخوات، إنني إذا أتحدث إليكم اليوم لأشكر أهل قطر الذين كانوا معي طوال المسيرة وساندوني، وكان خير عون لي في الظروف الصعبة. حمد الكبير يتنحى ويسلم الحكمة لولده تميم. وصيد جثة الأسير بدماء الجيش اللبناني. ختام النشرة بأمان الله.